تقاعد من العمل لكنه لم وأظنه لن يتقاعد من الشغف، وما زال يمارس هواياته في الابتكار والتصنيع والاختراع بكل حماس، مثبتا أن الزمن يمكنه أن يتسع بحق لكل الطامحين. يس. الضابط طيار متقاعد سعيد بن شعفة ينور استوديو يا هلا، ومعه كثير من الحكايات التي أظنها ملهمة. أستاذ سعيد حياك الله معنا. الله يسلمك، مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. لا، عندنا المصطلح أنا لا أؤمن به، مصطلحنا تقاعد، ما عندنا يعني في الأولين ما في اسمه تقاعد، هو أنت تستمر في العطاء حتى تموت. جميل. احنا قصدنا فيه التقاعد النظامي الرسمي من العمل. عمل معه، لكن الناس يفهمونه خلاص والله روح في الاستاذ. لا، احنا الاولين عندنا يوم الجمعه بس في الظهر بس، والباقي وركينج على طول، شغل شغل شغل، يعني طبيعتهم كبير صغير كذا. ظهر الجمعه متقاعدين بس، وغيرها لا. الله يعطيك العافيه. لا، وطبيعيه يعني ما هي workaholic، يعني الياباني عندهم مرض اسمه workaholic، إدمان العمل. أنا عندي هذا الشيء، ولكن تصدق إن في شيء اسمه إدمان العمل حتى رحت فيه، يعني إذا ما برفق تنجز حاجة يبش يورسلف في إدمان العمل. هو زين الحين أشوف ناس ينامون يا أخي، لا ما أقدر تفهمهم والله. بالنسبة لك إدمان العمل شيء محبب لك ولا مزعج؟ لا زين، لكن إنك دونت اكسسف، لأن أحياناً أنا مريت فيه لدرجة أنك تنجز حاجة وتبقى تنجز حاجة تنسى نفسك ما تأكل بليمي، وفعلاً ما كنت أصدق أن في ناس يموتون من إدمان العمل، ما كنت أصدق حتى أبين ثروق. لكن أن العمل زين أخي، العمل سام بدون العمل كيف يعيش؟ أنا أشوف ناس يعني كبير صغير ينامون في النهار يصحون في الليل، ما فهمت أنا والله العظيم جد والله، أكون أنت أستهدت يعني حتى صحياً يا أخي، كيف ليه تنام أنت في النهار ما تشوف الشمس ما تشوف؟ أنت من النوع اللي ينام في الليل ويعمل في النهار كامل؟ ايه طبعاً. كم ساعة في اليوم تعمل الآن والله بعد التقاعد من العمل الرسمي؟ ايه من العمل الرسمي عمل كثير، يعني أزعم أني عمل 8 hours يعني متفصلة ما شاء الله. ايه والله لازم. أنت ما شاء الله منتظم حتى بساعات الدوام الرسمية، 8-8 8 hours كونسكتف. البنشواليتي هذه حتى لما قالوا كم هير I came here 7:45 بنشوال، لازم الدقة كذا حاجة مهمة. الوزن انا اخذ اقضي برتقال كذا، اقول لازم كيلو كيلو بليز والله من جد، قلت تبغى تزود لي زود لي برا بس بقسطس بريسيشن، الدقه تعلم حتى لما توقف سيارتك بعضهم يقول كذا، صدق هذا ياثر عليك على انتظامك في حياتك، توقف السياره كذا تخالف كذا هذا يضرك ترى. بينما الايند يور انت تقصد تضرك انها تعلمك عدم الصح في الاشياء الباقيه، ايوه على الانتظام في حياتك انت تصير فجاه بنت هامشي كذا ادفع الفاتورة، حاول. أنا وقفت الحين قعدت أريوس أريوس لين أكون في لاين، اتعب يا أخي ما عشان فالسيف اوف ذا لايف توتالي ديفرنت بيبول ذي كانت أندرست. جميل. هو ما شاء الله يبدو أنه طبيعة عملك ما زالت مأثرة على اللهجة، أنتم في قطاع الطيران تتكلموا الإنجليزية باستمرار. ولا أي سبوك ذا لانجويج سم 50 ييرز باك سينس أي موتليت من قبل. يا اتس أفيت أم أفيد ريدر، أنا من القارئ نعم أسمع أقرأ anything، لأن شوف العقل اللي يبغى له قراية. لكن الـ anything هذا من ضمن قراءات عربية ولا لا؟ anything everything anything anything language أي شيء أقرأ. طيب جميل، خلنا ندخل لموضوعنا. يعني هذه الدردشة الأولى سرقتنا. من بعد ما راح أسمي تقاعد، خلنا نشيل المصطلح هذا برا. من بعد ما انتهت علاقتك بالعمل الرسمي بديت في ورشتك في البيت اللي شفنا فيها كثير من الاختراعات والابتكارات، وش الفكره من البدايه؟ اكشوالي في الحقيقه اني انا من التشايلد هود من ذي الطفوله إيه؟ وانا مديتيشن اي ونت تو اندرستاند اللي حولي كذا، في بعض الناس كذا. بعدين نزلت عندنا طياره عام 63 83 تي 12 بعدين في امنا هليكوبتر شغفت بها كذا كيف تطلع، قصه طويله عريضه. فبديت من ذاك الوقت اختراعات وحاجات على قدي، يعني في جو باك تقريبا 54 سنه تقريبا سويت لي مراوح وماكينه اسمها ويسكونسن وشغلات فري بودي نوزت اباوت الذير. فانا لا اؤمن بشيء فيه كبير سن الجسم هذا ما عندك مشكله، لكن الموتيفيشن تبقى تشتغل
الأولين صدق في واحد رحمه الله توفي يبني الجدار حتى إن ما عنده أنهد الجدار يهده ثاني مرة ويبني عشان يعمل بليفني إدمان العمل إيه وركهولك متى الكهولك وركهولك. طيب هذا معناته أنك أنت كنت تصنع وتبتكر حتى في أثناء عملك الرسمي أيام before I came to the college here قبل ما جي من الكلية من قبل before من قبل أنا بضطر أترجم للناس علشان لأني أعرف إنه مو بيدك ولسانك حينطلق. إحنا يمكن الناس ما يعرفون إنه في الكواليس قبل الحلقة كان 3-4 الكلام إنجليزي. Actually 54 years back من 54 سنة. That time I was about 18 years. I born in 51 I believe 1951 in Sara. Sara is Sara ترى مدينة مدينة كبيرة. طبعاً. وفيها ثلاث قبائل بني بشيرة مرفيد عبيدة فهي منطقة كبيرة الناس ما يعرفونها يعني منطقة سياحية وفيها قرى وفيها أشياء كثيرة. إدمانك للعمل هذا هل أضر ببعض علاقاتك الاجتماعية مثلا أو طغى على أشياء في حياتك؟ نو لا. كيف وازنت؟ أيوة قولي ليش. عندنا بعد ما تتخلص عندك 11 ساعة تقريبا فرق بعد ما تأخذ النوم وتروح تصلي والحمام وتأكل وكل شيء سبع ديلي لايف عندك خلينا نقول 10.1 hours فاضي. بالعكس لما بريفت سمثينج لما تنجز شيء ثم تروح تنبسط لكنك ما تنجز شيء الحياة ما لها فقط ما لها طعم. لما تنجز وتروح زملائك تروح الناس. كيف حسبت ال 11 ساعة؟ يس مثلا النوم 8 ساعات طيب اوكي بتاكل كذا كم تاكل بتصلي بترتاح كذا إيه؟ عندك 10 hours بوينت 10 hours 10 ساعات إيه؟ انا حقول المصطلحات العربية للناس I'm sorry. كانت هبس ناس 10 hours فراغ تقدر تتمشى فيه العشر هذه ما هو محسوب منها حتى العلاقات الاجتماعية حتى الزيارات نو حزيارات طيب بديت بتصنيع الماكينة والماكينة وغيرها قبل 54 سنة يس طيب وش الأشياء اللي أنجزت معك بالكامل اللي صنعتها بالكامل أنت اللي صنعتها بالكامل later on time عشان budget wise did it my own expenses تخبر عندنا الإمكانيات ما فيه يعني subsidizing ما فيه فمن زمان كان عندي برميل شقته زمان 54 years back حطيتها كذا على كفرات سيكل يعني الوالدة رحمها الله لو درت مني لأن اقتصادنا على الماكينة هذه ماكينة ويسكونسن هذه تطلع علمة من البير هي عمر البكيد الحين 6 years فلو درت الوالدة يمكن تقتلني ما لومها لأن ما يفهمون كذا يعني كانت ذكريات رهيبة يا أخي الإنجاز إنجاز يعني للحياة طعم مكتوب عد كذا هذا أندرستاند أما مكانك أمثولوجي يلا العمل إنجزي يا أخي طيب وش غيره بالأشياء وغيره مثلا عندي سيارات حطيتها على الطاقة الشمسية بايذوي عندي حاجات اختراعات رحت أمريكا كأنا طرت 730 و بنذير مريا ترانتا جورجيا قبل يمكن 24 أكثر years وأعطيتهم تعديلات على 730 تعديلات حاجات كثيرة اللي يعرفون السيون ثيرتي الجراوند تيست فالف المفروض أن يكون من جوا البريكس مال هندكيشن عندك في الماكسيموم فورت لاندنج وفي أنت تتكلم عن الطيران يس ماكسيموم فورت لاندنج مثلا في الصيف التمبريتشر تطلع في الجانت بعدين على الكفر تنفق الكفر لما تقول غير اب درجة الحرارة يس يس فما عندهم الستارتر مشغل تشغل الطيارة ما فيها الستارتر حاجة جاردد لأنه ممكن يفتح البلف هذا ويعشق الستارتر والمكينة شغالت انتجريتد وفي أشياء كثيرة طيب وصار التصحيح عندهم من بعد ملاحظاتك يس يس هذا الكلام قبل ما يطلعون نيو جنريشن جي طلعوا الحين 730 اسمها نيو جنريشن جي لا 6 بليدز جميل إذا تشوف الشاشة اللي على يميننا هذا وشو هذا يس هذه محرك دي سي موتور هذا دي سي موتور يأخذ بطارية على الشمس هذا قدام لو تشوف هذا
لو تعرضون اللي اعطيتكم ذا اليوم فيها حاجه اسمها بايلوت فالف. يس اللي حقت اليوم ارسلت للجين اليوم بس ما ادري. طيب فهذه اربع محركات. طبعا الريش هذه لما نصنعها هي تفتل كذا، هي وهي تدور، هي وهي تدور المروحه في حاجه اسمها بايلوت فالف، يشطح على الفلاي ويت على السنتربيتال والسنترفيجال فورس، يعمل على تحدي بالمروحة، لأنك لما تعطي فول باور لازم المروحة تفتح كثير عشان تسحب هواء كثير عشان تستمر الـ RPM 98 ما تزيد عنها الـ RPM. هذه وين؟ في ورشة البيت؟ هذه في ورشة البيت اللي في الصرع. اللي في الصرع. طيب الآن إذا انتهيت منها كيف راح تستفيد منها أو حتعطي مين؟ ها very good. والله لما انتهي منها طبعا لو شفت الشرح يتكلم عن حتى الكفرات. ليش؟ لأن الكفرات أحيانا مثلا أضرب مثال، الطيارة سوت تيكوف وفي مسمار في المدرج وبنشرت الطيارة وطلعت في السماء، ما تدري أن الكفر بنشر، كيف تعرف؟ ليه في, 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 في النظام الموجود في الطائرة ما يعطيك تنبيه؟ ما فيها الحين تنبيه إلى الآن up to my knowledge، لأن ممكن ذا في فورن أوبجكت دمج حاجات مسامير في المدرج شيء، ممكن الطيارة رولنج ودقها مسمار وتبنشر، لما تجي تنزل ثاني مره ما تدري عندك كفرين ثلاثه بنشر، ما تدري يو دونت نو. طيب هذا كيف حيساعد في الموضوع؟ قلت نو. فانا لو شفت الشرح في هذه وفي غيرها نسوي خلف خلاف سوليد تاير، خلف خلاف يعني من هنا هنا سوليد تاير معه مو على هواء، يشتغل سبرينج وشغلات، تكون زي الاحتياط، احتياط ما في، ولو بنشر كم بنشر. ثانيا ما في حاجة إن الكفر ما ينزل، الحين عندنا في العالم ينزل الكفر بالهيدروليك طبعاً ينزل بالكرانكينج ينزل بالفري فول، لكن ممكن ما ينزل، يمكن بالفري فول تنزل الفري فول كذا ولا يقفل، لأن يعني إذا ما قفلت طلعت الكفر ثاني مرة، فما في شيء الكفر ما ينزل بإذن الله، ما في لازم ينزل. طيب أرجع لسؤالي الأول، إذا انتهيت منها ايش حتسوي؟ حتقدمها لجهه لمصنع لي؟ انا اللي جوالي طبعا بعطيه اللي يشوف هذا، واذا عندها اي شركه اي احد يتبنى هذا الشيء ما عندي مشكله معه، لان في اختراعات غير هذه. وش هي؟ احنا نبغاها كذا على السريع، قلنا اثنين منها. والله ما ادري، ارسلناها اليوم اللوجين يعني الحين عرفنا منك السيارات اللي تشتغل عن طريق الطاقه الشمسيه. يس. طبعا انت جبت السياره العاديه. يس. بس اللهم صار شغلها عن طريق الطاقه. شلنا الماكينه حطينا دي سي موتر سميه مين درايف. هذا الدي سي موتر طبعا خذني وقت وانا انزلها اقيس على الجير التماتيك، لما تشوف شغله انها بسيطه كذا، بس لما تشوف كيف تشتغلها ما يشوف صعوبتها اللي هاب بين ذير. يعني لو تشوف مثلا كم كلفتني هذه، انت اترك الفلوس مثلا ده، لكن وزنيتها لو تشوفها كيف موزونه، اذا حاجات انتركسز يعني حاجات بسيطة كذا لازم تأثر عليها. طيب بغض النظر عن هذه شرحناها، اشرح لي السيارة. السيارة شلت الماكينة طبعا اوت وارديتر كله. اوكي. حطينا دينامو كبير. حلو. يشتغل على البطارية وعلى الطاقة الشمسية. وحطينا برضه دينامو صغير حق الدركسول برضه ياخذ على الكهرب على البطارية. في برضه صنعت لي تروس كبار بيج ونز، كل ترس فيه 420 سنة. هذا يولد كهرب موجود عندي وكله ريدي. جميل. لكن الطاقة الشمسية تقدر توفر وتخزن؟ يس. إلى كم؟ أوه فيري جود كويستشن، سؤال وجيه جدا. كويس، أنا توني بترجم، كويس إنك ترجمت. يس. يا في الحقيقة إن 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 عندنا 3 in 1 مثل ما يقولون 3 in 1. فهذا المحرك بيكون وراء محرك ياخذ على الغاز، ومحرك ياخذ على ثلاثة في واحد. أيوة ثلاثة على الغاز، إن كيس في حالة مثلا خرب واحد على نفس الشافت على نفس العمود وبينها يفصل، افرض مثلا خربت الحق اللي على الغاز ما نبغاه درايفنج نفس له، هو اذا ما نبغاه نفس عشان ما يسوي حمل على السالفه، بين كل محرك ومحرك زي ما تقول سبرينج كلتش، بحيث اذا كلها شغاله ما مشكله، اذا في واحد تعطل ديسنتجريتد نفس له عشان ما يسوي لود، وتبقى الاثنين تغطي تغطي مشبوك مع بعض عشان ما يصير حمل عليها. ليش؟
لأن خربان بيقعد يدورونه وهو تعب ما فيه. جميل. الشباب يقولوا لي إن الوقت انتهى معي. ناخذ شوي في ثلاثة أسئلة سريعة. الأول، أنت وش تخصصك أصلاً في الدراسة؟ تخصصي في الدراسة، في الدراسة نفسها ولا في الكلية؟ في الكلية. في الكلية تخصصينا صرت طيار على السي 130. وبعدها؟ بعدها عملت على السي 130، بعدين تقاعدت وفي الأشغال هذه. طيب السؤال الثاني، انه مع هذه الاختراعات والابتكارات اللي نشوفها، ايش المطلب يعني؟ وش تطلب الان علشان يبقى هذا الاختراع والاكتشاف؟ والله اطلب انا اذا كان مثلا سبسيدايدنج، اذا في دعم مثلا، دعم مادي غير مشروط، لان انا ابغى، لان الاختراع يبغى اذا حد بيدعم بس ما يشروط، علشان تاخذ راحتك لما يقول تلزم برنامج وكذا ما تنجح. لما الشغل الجماعي اللي تلتزم برنامج وكذا خلاص انت على اعصابك، لكن لما تشتغل انت على راحتك بشويش تضبط الشغله، تقدر تحط صامت كذا بالراحه يعني. اوكي ليت مي جست اوكي. فهي السالفه مثل الواحد لما يطبخ لنفسه، لكن يقول يلا في غدا رشنك از نوت وركينج. طيب انت بحاجه الى داعم من غير اشتراطات. يس. طيب سجلت اي براءه اختراع مثلا للاشياء اللي مضت؟ والله حاولت، في عندي اختراعات كثير حاولت اسجلها لكن ما كملت صراحه. ومنها من ضمنها كفر ما هو في العالم غير مسبوق، يعمل كفر ملا للطياره. ريلي اشرحها لنا هذه بس باختصار. والله يبغى يمكن ارسلها لكم اذا تبغون. لا اشرحها باختصار والله على الشباب، وبناخذ دقيقه زياده يلا. هذا كفر، لان عندنا نعاني مثلا في السي 130، السي 130 تبغى هدفها الهدف من شغلها تنزل في مكان قريب. طيب تنزل في مسافه قريبه، هذا الهدف من شغلها، لان شغله بروب وكذا، فنبغى شيء يمسكها زياده غير البريكر. فعندي اختراع كفر يعمل ذاتيا كفرمله ويعمل كبريك. كبريك ترى اذا مكالمه مهمه رد. لا 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 معلش ليت مي جاست شفت. ف الكفر هذا عندي له هو بروتوتايب عندي كذا، يعمل على السبرنجات ويمشي عكس، اذا مثلا نزل الطياره لسرعه معينه يبدا يعمل كفرمله. أنا والله الوقت معك بصراحة ملهم كثير، ولا ودي ينتهي بصراحة. وأنت تقول لا تقولوا لي عم سعيد. لا بعزح. بنقول لك أخ سعيد. أخ سعيد يا عشان. أيوة. أنا اتفقنا من الكواليس. أنا بنقول لك يا أخ سعيد ويا أستاذ سعيد. أنا 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 أقول لي 70 years young، ما تقول 70 years old. الله يعطيك طولة العمر. وصلت ال 70؟ لا لا I'm teasing you man. I'm teasing you. اسمع إن شاء الله نلقى. بإذن Thank الله. You very much. بإذن الله أبد. الشكر كله لك. الله يعطيك طولة العمر ونشوفك في أجمل ما تتمنى يا رب. فاصل مكملين معكم.